لو الحكاية فيها إن فيتو المانجي دعوة لتحالف الوفد المصري رفض أنه يحضر، ولما الوفد المصري وجه له دعوة هو رفض أنه يحضر. بص يا أستاذ محمد، معلش يا أستاذ باشمهندس معتز، ده مش ماتش كورة، اللي ما جاش مش هنحسبه انسحاب. لا أنا أقولش انسحاب، لا يعني أنا أقول واحد متشبث. بص لا لا لا، هنا بص، أنت في مرحلة التسخين الانتخابي مش في مرحلة المباراة الانتخابية. انت في مرحلة التسخين الانتخابي ممكن لعيب يجي له شد عضلي وما يقدرش ينزل يسخن، انما لو ريحت شوية عندك ممكن بعد كده تبقى فرص في اللعب وفي المشاركة الانتخابية جيدة. فبتتكلم انت مش معقولة اللي تحكم بيه مرحلة التسخين دي هي اللي تحكم بيها المباراة الانتخابية نفسها. فلازم هتيجي في وقت من الاوقات تشوف مصلحة الفريق ايه. انت في الاخر انت عدد من اللعيبة، انما في الاخر تحت يافطة الفريق المدني الوطني المصري، تمام؟ فالفريق ما ينفجيش فترة ان تقول له ايه لا اصل هو ما جاش فانا لا انا كده كده هنفسه، ما ينفعش. طب نرجع للمهندس معتز، في احد قيادات التحالف الجبهة المصرية قال ان التحالف او حزب الوقف المؤتمر السوري بالتحديد دخل تحالف الجبهة علشان يفككها، وكانت عنده النية دي من اول الدكتور. مين احد القيادات ده؟ ما لا يعني بلاش ناجي الشهابي، بعيدا عن الاسماء، بعيدا عن الاسماء، تمام. ورجع ثوره ده ان تحالف المؤتمر او حزب المؤتمر اسسه السيد عمرو موسى اللي هو اصلا وفدي ومتمسك بالوفد، وان المهندس موسى والده من احد قيادات الوفد، تمام. فهو بيتهمكم ان انتوا كنتوا سبب في التفكيك او داخلين التحالف اصلا عشان تفككوا. طيب السؤال الاول، لو احنا داخلين عشان نفك هذا التحالف، من ساعة الى الاخر للنظام الاتحاف؟ الجبهه هي اللي ساعت لينا عشان نخش المؤتمر، تخش الاتحاف. الكلام ده يبقى صح امتى؟ لو انا اللي ساعيت عشان اخش معاه، هم اللي ساعوا عشان يضموا المؤتمر دي. طب هو لو عنده فكره ان انا هخش الكلام ده كله، تمام، ايه الحكمه ان انا ان هو كان يقول لي تعالى اخش معاه، ما كان رافض ان انا اخش سواء هو اللي ساعة او انا اللي ساعيت وهو عنده المعلومه دي؟ طب ليه حضرتك وافق على التحالف؟ كان رافض. احنا برضو مش عايزين نخش في مجال، يعني احنا بنقدم الاحترام لبتوع الجامعه المصريه، وكون ان احنا اختلفنا في الرؤى السياسيه مش معناها ان احنا اعداء. واحنا في حزب المؤتمر يهمنا في الاخر ان مصلحه الوطن تقتضي ايه في الاول، ليه اولويه قصوى عندنا، بعد كده نخش في مجال المزايدات السياسيه. انا برضو عشان قبل ما اقفل عشان مستر تعزم، تمام، هنيجي نبص للوضع السياسي. احنا عندنا الساحه السياسيه عندنا ضعف كبير جدا في الاحزاب. الانتخابات اللي جايه، تمام، تصوري الاحزاب او التكتلات السياسيه اللي ممكن تحصل فوق ال 20 مقعد هم 3 أو 4 بس، تمام. في عندك تحالف المؤتمر مع تحالف الوفد، انا متوقع هنحصل من مش هتطلع على 70-80 مقعد باذن الله. هاي لو فردي؟ لا فردي، مش جاوب الحين ما بتكلمش فيه خالص. ماشي. حلو. بالنسبة يعني في القوة هيبقى المصير الحرار من 30 لحد أقصى 50. بعد كده الجبهة المصرية. فكل الأحزاب. أنتم مش هتقدروا تنشروا 53 فكل. يا 130 50. فأنا متوقع إن كل الأحزاب السياسية مجتمعة في التكتلات الموجودة في الفردي لن تتعدى ال 150 مقعد. تمام؟ هنحط بقى حزب النور هياخد كام؟ ده 20-30. فانا متوقع ان في 220 فردي مستقل في البرلمان القادم. ومن يستطيع من الكتل السياسيه دي استقطاب اكبر عدد من المستقلين هو ده اللي هيجيب حزب الاكثريه. مع احترام لكل القوى السياسيه اللي موجوده حاليا، انا بقول لحضرتك كل الاحزاب دي مجتمعه ونتحاسب بعد الانتخابات من 150 170 180 طبعا، يعني طول ما الباقي كله في الفريق بيعمل بس خلاص، تمام. بعد كده بقى دي القوه اللي موجوده. الطبيعي ده يحصل ليه؟ يحصل انت ما عندكش الثقافه بتاعتك. هنا في مصر كان الناس الاقوياء فين؟ في العطميه تخش حزب السلطه، العطميه روح مكتبي او حزب الحاكم. يعني عمرو سنه 23 لايام الدستور كان كل الناس والعائلات بتروح الوقت تروح انت لانه اقوى حزب في اكبر تكتل رجالي. بعد كده انا صوت تاني كل واحد اتحاد اشتراكي، بعد كده كل واحد دلوقتي في فرق سياسي، بعد كده جه طاهر الديني كان معروف انه مسك البلد، تمام.
بعد الواتساب بقى في فراغ سياسي. دلوقتي احنا لازم نفهمين كويس. انا قلت الاول التشكيله بتاعه البرلمان شكله عامل ازاي في الفتره الجايه. احنا عندنا بالنسبه للاحزاب اللي موجوده في ثلاث تكتلات سياسيه رئيسيه اللي هي تحصل على 20 مقعد في مفهوم. جميل. تكتل هو تحالف حزب المؤتمر وتحالف حزب الوفد. دول انا متخيل لن يقلوا عن 70. تمام. ما بقولكش بقى هنجيب 500 والكلام ده كله كله في مش عايز. حلو. يليهم في القوه المصريين الاحرار. تمام. المصريين الاحرار يحصل من 30 ل 50 منفرد. تمام. بعدين يليه ايه الجبهه المصريه 20 30 مقعد. حلو كده. بعد كده حضرتك 70 و 50 و 30 ادي 140. بقيت الاحزاب كلها بقى اللي ذكرتش اسمها بذكر التحالفات دي بتتكلم فيها 20 مقعد. حزب ياخد له مقعدين ياخد له ثلاثه زائد حزب النو ياخد له 20 30 مقعد. فانت بتتكلم ان كل الاحزاب السياسيه 190 فيبقى عندك في 210 مستقل. هترجع تقول لي طب ليه المستقلين كتار؟ لان انت هنا عندك في فراغ سياسي. فيتو